حبايب قلبي الحلوين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد بقراءه جديده. الفيديو النهارده هيكون مين بيتمنى يكون معاك وفي حياتك، مين عاوز بس تربطه علاقه بيك، يعني مين عاوز يكون معاك تربطه بس اي علاقه بيك، يكون معاك وخلاص، يعني هو كل همه ان هو يكون معاك وفي بينكم علاقه ارتباط، تمام؟ وكمان هنشوف ليه الشخص ده بيتمناك. هنشوف في القراءة دي كل مواصفات الشخص ده من كل حاجة، يعني اي حاجة هتطلع لي هقولها في القراءة دي، من شخصيته، من قربه منك، من ان الشخص ده انت تعرفه ولا متعرفهوش، عمله عامل ازاي، شكله، يعني اي حاجة هتطلع في القراءة انا هقولها. طيب القراءة دي هتبقى بأول حرف من اسمك انت او باختيار الاساور، الاسورة الاولى، الاسورة البلاك، الاسورة الثانية، الاسورة الخضراء. او باختيار اول حرف من اسمك. طيب لو انتوا اول مرة تشوفوني، ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. لو حد عاوز قراءة مدفوعة يتواصل على رقم الواتساب، بسيبه لكم دايما تحت في الديسكريبشن بوكس. تعالوا كده نبتدي باول مجموعة واول قراءة، الاسورة البلاك، ونشوف مين الشخص ده. طيب تعالوا نبتدي كده باول قراءة ونشوف يا ترى مين الشخص ده. نبتدي الاول كده سريعا ناخد طاقتكم، سريعا كده عايزين نعرف طاقة مجموعة رقم واحد، عشان لو الطاقة ما انطبقتش تشوف مجموعة رقم اتنين. طاقة مجموعة رقم واحد في الفترة الحالية، ده انتوا حاسين بحب تجاه شخص. في ناس حاسة بحب تجاه شخص، وفي ناس حاسة بحب تجاه شخص وفي نفس الوقت ندمانة على الحب ده، او ندمانة ان هي لسه متعلقة في حب هذا الشخص، تمام؟ بس حبه انت مش قادر تبعد عنه، يعني مش قادر ان انت تبعد عنه، او مثلا ما تراقبهوش، او ما تبقاش معاه، يعني زي مضطر او حاسس ان انت غصب عنك ان انت بتعمل كده. انت ندمان ان انت في الحالة دي او في الطاقة دي، بس مش قادر ان انت تبعد عن الشخص ده خالص، او تبعد طاقتك عن الشخص ده خالص. ممكن يكون الشخص ده انتوا ما بتتكلموش دلوقتي وسبتوا بعض، او الشخص ده بينكم نظرات كراش فقط، وانت حاسس ان الشخص ده مش عاوز ياخد خطوة في علاقتكم ببعض، فندمان ان انت لسه برضو بتفكر فيه وبترقب. وفي طاقة تانية ان انت حاسس بحب تجاه شخص في الفترة الحالية وبترقب. الطاقة التانية حاسة كده. يبقى انا عندي طاقتين، طاقة حد بيحب حد وتمام وبيراقبه، وهو حابب ان هو يراقبه، حابب ان هو يحبه، وفي طاقة حد بيحب حد لكن يئس من علاقته بيه، يئس ان الشخص ده مش هياخد خطوة. ده انت بتراقبه 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 الفترة دي، وعينك عليه ومش عاوز تبعد تفكيرك عنه، او مش عارف تبعد تفكيرك عنه، بتراقبه في كل حاجة هو موجود فيها، وحاسس ان الشخص ده شبهك، او انت مش هتلاقي شخص يشبهك زيه. في تواصل بينكم انتوا الاثنين، انت حاسس بكده ومش قادر تفك التعلق بهذا الشخص، في تعلق. طيب انت دلوقتي انت دلوقتي في طاقة ان انت يمكن عاوز تخش في علاقات، تتعرف على ناس جديدة، تعرف ناس في حياتك، صحاب. ده بقى لكل الطاقات اللي طلعت لي، الطاقتين اللي طلعوا لي دلوقتي. انت حاسس ان انت عاوز تخش في علاقات جديدة. كمان مجموعة رقم واحد الطاقة بتاعتكم دلوقتي، انتوا عليكم حسد، في ناس بصين عليكم، في ناس بصين لشغلكم، لحياتكم، بيحسدوكم على جمالكم، على اي حاجة، في حسد كبير على مجموعة رقم واحد. كمان انا شايفة ان انت قاعد عاوز تحط مع نفسك اتفاقية، او تشوف انت عاوز تعمل ايه في حياتك وتتفق بينك وبين نفسك، يعني تكون راضي من جواك على الحاجة اللي انت هتعملها. كمان شايفاك برضو في فترة تخيلات، وفي فترة ان انت يمكن بتتأمل، بتتخيل حاجات في دماغك كتير، او عايش شوية في الخيال مش على ارض الواقع، او مش عاوز تنزل على ارض الواقع، تمام؟ طيب دي كانت طاقة سريعة كده عشان نخش في القراءة بسرعة. برضو ممكن تكون انت من برج الجوزاء.
نخش بقى في القراءة ونشوف مين بيتمنى يكون معاك، مين الشخص ده، مين بس عاوز ان تربطه علاقة بيك ويكون معاك. يا ترى مين الشخص ده؟ طيب تعالوا كده نبتدي ونشوف يا ترى مين الشخص ده. طيب اولا كده الشخص ده مستواه المادي كويس جدا، مستواه الاجتماعي كويس جدا، طلع لي الكينج اوف بنتكلز، فده معناه ان هو مستواه المادي يمكن كويس او يمكن فوق الكويس كمان، يعني ده الكينج، فمستواه المادي كويس، او هو شخصية طموحة جدا، وانت لامس وعارف ان الشخصية دي لا طموحة في حياتها. انا بتكلم طبعا انت مش عارف مين الشخص ده، فانت هتشوف اذا كان في اي شخص انت حاسس ان هو معجب بيك، هتشوف هل الكلام اللي انا هقوله مطابق عليه ولا لا. تمام. طيب تاني كارت او اول كارت سوري، طالع ان الكارت ان الشخص ده شخص متحمل المسؤولية جدا، شخص عارف مسؤولياته، يا هو بيصرف على عيلته يا هو عارف المسؤوليات اللي عليه، يعني كويس جدا في شغله وعارف هو بيعمل ايه بالظبط وماشي على سيستم معين، ما بيحبش ان هو يكون شخص مثلا مش قد المسؤولية أو الناس توصفه بكده، لا هو شخص قد المسؤولية وبيحب إن الناس تشوفه دايما كده. طيب كمان الشخص ده من هيئته شخصية قوية، أو من كلامك معاه لأول مرة أو من كلامك معاه عامة تحس إن هو شخصية قوية قوي. طيب يبقى الشخص ده شخص قوي، شخص حازم، ما عندوش مبدأ الأكاذيب أو الخداع، ما يحبش الشخص اللي يضحك عليه، وهو كمان ما يحبش إن هو يعمل كده. طيب الشخص ده كمان بيفكر بمنطقية وكثير التفكير، وكمان ممكن تلاقوه شخص موسوس أحيانا، موسوس بقى نظافة، موسوس في أي حاجة، يعني مثلا تلاقيه دايما عمال يقول أنا نسيت كذا أنا عملت كذا، يعني على طول بينبه نفسه. طيب تعال نشوف أكتر ونعرف أكتر عن الشخص ده عامل إزاي. ممكن يكون الشخص ده شغال في حاجة هو فيها مشهور أو معروف، ناس كتير بتقف قصاده وتعرفه، او شغال حاجة فيها غموض شوية، ما ينفعش ان هو يقول معلومات شغله لحد. طيب ده شخص الكينج اوف سورد كمان طلع. طيب ده شخص برضو حازم قوي، يعني بصوا هنا طالع لي بسيف وهنا طالع لي بسيف، هو شخص حازم قوي. كمان الشخص ده ممكن يكون عنده علاقات كتيرة، ولكن علاقات أصدقاء، يعني لو من الجنس الآخر فعلاقاته بالناس أصدقاء مش أكتر من كده، ما بيدخلش حد حياته أي حد كده وخلاص. ممكن يكون شغله بيتطلب منه السفر والتنقلات الكثيرة، وكل شوية ان هو يغادر المكان اللي هو فيه ويروح مكان تاني. طيب الشخص ده كمان بيحب كده ينعزل شوية عن الناس، يعني لو هو صديق ليك وانت حاسس ان ممكن يكون الشخص ده معجب بيك شوية او معجب بيك، فهتلاقيه في بعض الاحيان بينعزل شوية وبيبعد شوية عن الناس، مبقاش معاهم. كمان الشخص ده شخص بيحافظ جدا على دينه، شخص قريب جدا من ربنا. الشخص ده بيتطلع للفرحة في حياته، نفسه يكون في علاقة يكون فيها مستقر ويكون فيها فرحان مبسوط، وكل الناس تعرف الحاجة دي، يعني عاوز يكون فرحان والناس كلها تعرف. كمان في جانب حلو، الكوين اوف كابس هو شخص متوازن، طاقته الأنثوية وطاقته الذكورية متوازنة، شخص عاطفي وحساس، بس مش بيطلع الشخصية دي قصاد الناس، او مش اي حد يطلع قصاده حتة الحنية والحساسية اللي فيه، هو دايما باين للناس انه شخص قوي حازم قد المسؤولية، شخص ما عندوش هزار في الكلام، ما عندوش هزار،
بس هو في حتة الحنية، حتة الرومانسية، حتة الطيبة، حتة ان هو شخص حساس جدا جدا وقال لي كلمة بتأثر فيه، بس ما بيحبش انه يبين الحتة دي للناس لان الناس واخدة عنه صورة انه شخص قوي، فما ينفعش انه يبين الحاجة دي للناس. طيب ممكن يكون الشخص ده درجة قشرته قمحي، لان اغلب الكروت هنا طالع ليه الشخص ده بشرته قمحوية شوية، وكمان ممكن يكون عنده لحية أو لحية، عنده لحية كبيرة كمان مش لحية صغيرة زي الكارت ده كده، عينيه واسعة برضو، أغلب الكروت هنا طالعالي إن الشخص ده عينيه واسعة وباينة في ملامح وشه. طيب ماسك الكروت عادلها، طلع لي برضو ان الشخص ده يا هو ملامحه حادة وعينيه باينة قوي وبتلفت النظر في ملامح وشه، يا اما الشخص ده وشه بريء في براءة الاطفال، يعني عندي الطاقتين. طيب كمان الشخص ده شايفة ان هو ممكن يبقى مسافر برا البلد اللي انت فيها او بعيد عنك، شايفة كمان انه ممكن يكون شغال في الاعمال الهندسية او شغال في الطب والصحة لان طلع لي برضو الطاقتين. كمان الشخص ده ممكن يكون من النوع اللي بيحب الورد قوي، لان انا برضو شايفة هنا ورود كتير او شجر او طبيعة، فالشخص ده ممكن تكون حتة في شخصيته ان هو بيحب الورد قوي، خصوصا عباد الشمس. طيب تعالى نعرف اكتر. لو الشخص ده هو قريب ليك او انت تعرفه معرفة قريبة، شخص صديق ليك بتتكلم معاه، فانت عارف عنه حتة في حياته انه حصل له انفصال، والانفصال ده كان قوي عليه، مش لازم انفصال من علاقة، ممكن انفصال من شغل وكان في حالة صعبة، ممكن يكون انفصال من علاقة وكان في حالة صعبة وانت كنت عارف الموضوع ده، ممكن يكون انفصال عن والده والدته، انفصلوا عن بعض وهو كان ما بينهم، المهم ان في انفصال في حياته اثر فيه قوي وخلاه لفترة ما في حالة من القلق والتوتر، وفي حالة انه عاوز حد يمدله ايده وياخده لبر الامان، هو عاوز حد يمدله ايده وياخده لبر الامان، ممكن تكون انت معاه من الفترة دي الشخص ده. طيب تعالوا نشوف الشخص ده قريب منك ولا مش قريب، يعني بتتعامل معاه وعارفه، ولا الشخص ده اتعاملت معاه مرة مثلا ومش واخد بالك ان هو بيفكر فيك او معجب فيك من بعيد وعاوزك معاه وعاوزك في حياته. طيب انا طالع لي هنا ان الشخص ده هو قريب ليك، واحتمال انت عارف الشخص ده 90% كمان عارفه معرفة شخصية، يعني ناس تقول لي ما طبيعي ابقى عارفاه، لا انا اقصد عارفاه معرفة شخصية، يعني شخص قريب منك مش شخص اتعاملت معاه مرة ولا مرتين، لا. كمان الشخص ده عندي هنا ان هو ممكن يكون دلوقتي في علاقة تانية، كنت عارف ان الشخص ده مرتبط بحد تاني بس معاه، او عاوز تكون انت عاوز تكون بتفكر فيه ومعاه، لان طالع لي كارت ان انت بتحب الشخص ده، في احساس من جواك بيروح للشخص ده غصب عنك، وهو كمان نفس الموضوع، بس من علامات او في طاقات طلعت ان ممكن يكون الشخص ده في علاقة ارتباط مع حد تاني. كمان طالع لي طاقة ان الشخص ده انت لسه متعرف عليه، يعني في طاقتين، طاقة ان انت لسه متعرف عليه بس خلاص بقى شخص قريب منك وعارف عنه حاجات كتير بتتكلموا مع بعض على طول، يا اما طاقة ان انت عارف الشخص ده وعارف ان هو في علاقة تانية، في علاقة تانية، وممكن يكون في علاقة تانية، يعني هو في علاقة زواج بس منفصل عن الشخص اللي معاه، منفصل هو في حتة والشخص التاني في حتة، بس هو لسه مازال في علاقة الزواج دي. طيب كمان الشخص ده بيحب ان هو يكون في شو والناس تعرف انجازاته، تعرف هو عمل ايه في حياته، بيحب يعرض على الناس الحاجات اللي هو بيعملها عشان الناس تحس ان هو او تقول ان هو شخص طموح او بيعرف
يمشي في حياته كويس او بينجز في حياته، هو بيحب كده. طيب ممكن يكون الشخص ده من برج الحوت او برج العقرب او برج العذراء او برج العقرب تاني او برج السرطان وبرج الاسد كمان. طيب تعال نشوف الشخص ده ليه بيتمناك وليه عاوز يكون معاك وليه عاوز تربطه علاقة بيك. عايزين نعرف الشخص ده بيتمناك ليه. عاوزك معاه ليه؟ ايه السر في كده؟ ده هو مش مبطل تفكير فيك، مش مبطل تفكير فيك، هو شخص بيحب التفكير ومش مبطل تفكير فيك انت. يعني بص كل طاقته تفكير. بيتمناك ليه؟ حاسس معاك بالاستشفاء، بيحس جنبك ان هو مرتاح، مرتاح نفسيا، بيحس جنبك بالاستشفاء النفسي وبالراحة النفسية وبالهدوء بالسعادة الداخلية. يمكن هو بيخبي عليك الحاجة دي، بس بيحب جدا او بيحس جدا جنبك بالراحة بالدعم. ممكن تكون انت بتدعمه، ممكن تكون انت واقف جنبه في حاجات معينة في حياته، فهو حاسس ان انت بالنسبة له الشفاء او الدعم النفسي او السكينة، سكينة والاطمئنان. كمان لما الشخص ده بيحب ينعزل او بيحب يكون لوحده، انت الوحيد اللي بيحب انه يكون معاك او يتكلم معاك او تكونوا مع بعض حتى هو في فترة انعزاله عن الناس. زي ما قلت لك، هو في صفات شخصيته ان هو بيحب الانعزال لفترة، فحتى هو منعزل بيحب ان يكون معاك. على فكرة انا شايفة ان انت قدمت له حاجة، قدمت له دعم، قدمت له مساعدة، قدمت له اي حاجة، وهو الحاجة دي حبيبها قوي وحاسس ان هو عاوز يكون معاك، لان انت بتدي له حاجة هو مش لاقيها في حد تاني. تمام. الشخص ده بيفكر فيك على طول وبيراقبك جدا، وانت مسيطر على تفكيره، ولكن هو في طاقة الغموض، في طاقة زمون الغموض. طيب تعال نشوف الشخص ده يعني اتكلم معاك، ناخد خطوة انه يكون معاك فعلا بالفعل، ولا كل ده تخيلات في دماغه بس، يعني لسه ما فيش حاجة عاوز يعملها على ارض الواقع. لا، ده هو بيصلح في حياته، بيصلح في حياته الشخصية، بيصلح في حياته دلوقتي عشان انت تكون معاه وعشان هو ياخد خطوة تجاهك. هو بيصلح في حاجة في حياته، في مشكلة، في أزمة، منعاه انه يكون معاك مع انه بيتمنى انه يكون معاك. هو بيصلح الحاجة دي دلوقتي عشان يكون معاك. طيب طيب تعالوا ناخد كارت من الرومانس. او في تعود، زي ما قلت لك في طاقتك انت متعود او متعلق بشخص، هو كمان في تعلق من ناحيته عليك، في تعلق في علاقتكم انتوا الاتنين مع بعض. يعني ده كارت عشان يبين لك مين الشخص ده بالظبط اللي انت متعلق بيه او متعود عليه، مش عارف تطلع من طاقته، وهو كمان نفس الموضوع مش عارف يخرج من طاقتك ومتعود عليك. وادام طلع ان هو بيصلح حاجة، يبقى في مشكلة في انه انتوا الاتنين تكونوا مع بعض في علاقة او في اختلافات، وهو بيصلح الحاجة دي دلوقتي في الفترة الحالية عشان ياخد القرار او عشان يكون في خطوة ليك، وكمان عشان يكون قصاد الناس، يعني مش يكون خطوة ليك انت وهو بس او يعترف لك او يقول لك ان هو عاوزك معاه، لا كمان يكون الكلام ده قصاد الناس، العلاقة قصاد الناس. طيب ممكن تكون انت او هو من برج السرطان او من برج العذراء او الحوت او السرطان تاني او العقرب، بس كده أبراج مائية. طيب تعالوا نخش على مجموعة رقم 2 والحجر الأخضر. تعالوا نشوف كده سريعا طاقتكم عاملة ازاي عشان لو الطاقة ما انطبقتش تشوفوا مجموعة رقم 1.
انت يمكن بتحب حد دلوقتي في الفترة الحالية وفي مشاكل معاه وفي انفصال، في انقطاع مع الشخص ده، تمام؟ بس انت مبين للشخص ده ان انت عادي جدا وعايش حياتك وبتضحك وبتهزر وبتبين له ان مش فارق معاك. طيب العلاقة دي ممكن تكونوا انتوا مرتبطين وانفصلتوا انفصال تام، كل واحد راح لحاله، تمام؟ او ممكن تكونوا انتوا مرتبطين بس في مشكلة ما بينكم، مفيش انفصال. اول شخص ده انت معجب بيه وكنت بتتكلم معاه وانقطع التواصل ما بينكم. طيب يعني الشخص ده انت انفصلت عنه ولكن انت بتحبه لسه، انت بتحبه او لسه هو في قلبك، سواء الانفصال ده بقالك كتير او بقالك قليل، او سواء الانفصال ده نهائي او مشكلة بس وهتعدي، او من غير مشكلة خالص بس في بينكم اختلافات وهو ده اللي خلى كل واحد يبقى لوحده، تمام؟ انت بتبين للشخص ده وبتبين للناس ان انت مش همك وان انت عايش حياتك وان انت اوكي، ولكن انت من جوه تعبان. كمان بتحاول ان انت تشغل بالك، تشغل عقلك بالشغل او بالدراسة او بحياتك، وبتحاول تبين عدم الاهتمام، ولكن انت مهتم جدا. كمان شايفة هنا انتوا دلوقتي في طاقة مسؤولية، يمكن بتراعوا والديكم ماديا، او بتحاولوا ان انتوا تبنوا مستقبلكم في الفترة الحالية او تبصوا لمستقبلكم اكتر. طيب تعالوا نشوف كروت الانرجي هتقول ايه. بتحاول تبين نفسك قوي، تحاول تبين نفسك قوي، وانت اساسا شكرة القلب عندك مقفولة. انت تعبت جدا من العلاقة دي، او تعبت جدا من عدم التفاهم او عدم اتخاذ خطوة في هذه العلاقة، سواء هي علاقة ارتباط، علاقة كراش، علاقة منفصلين. انت تعبت من ان مفيش خطوة الشخص ده بياخدها، او من المشاكل اللي الشخص ده بيعملها لك، عشان كده انت طاقة القلب عندك اتقفلت. بتحاول تبين للناس ان انت قوي، بتحاول تبين للشخص ده ان انت قوي، مفيش حاجة همك. عاوز تبتدي بداية جديدة، ده انت اكتر شقرتين مهمين جدا عندك تعبانين يا عيني. انت تحاول ان انت تشوف الشقرات دي وتحاول ان انت تعالجها عشان هتأثر عليك سلبيا جدا. عندك الشقرة السابعة والشقرة الرابعة، انت بتحاول ان انت تبتدي بداية جديدة في حياتك، تحاول ان انت تمشي الهم، تمشي التعب، تمشي التوتر والقلق من حياتك، تمام؟ طيب ممكن تكون انت من برج ايه؟ مفيش هنا عندي ابراج معينة، ولكن عندي ابراج مائية وابراج طاقات، سوري، مائية وطاقات نارية، تمام؟ طيب تعالوا بقى نشوف الشخص ده. مين الشخص ده؟ مين اللي بيتمنى يكون معاك في حياتك؟ مين عاوز تربط علاقة بيه؟ مين ده؟ اختاركم هنا عشان تبان. ده عاوز يكشف عن نفسه، ده تعالوا كده نبتدي ونشوف مين الشخص ده. ده اول حاجة كده، ده شخص معلق بيك، شخص متعلق بيك، وانت عارف ان هو متعلق بيك، في تعلق من هذا الشخص عليك، مش عارف يتخطاك، مش عارف يشوف غيرك، مش عارف يبدلك بحد تاني. لو ده كراش ف متعلق بيك بس ما فيش خطوة بياخدها، يعني هو في الفترة الحالية متعلق بيك، بيراقبك وانت بتشوفه بيراقبك، بس
ما فيش خطوة بياخدها، هو واقف كده متعلق، ولا بيقرب منك ولا بيبعد عنك، في تعلق في العلاقات دي. طيب كمان الشخص ده، الشخص ده هتلاقوه كده شخص ثابت جدا، بيبقى عارف ان هو الصراعات او رايح لطريق الصراعات وبيخش عادي فيها، ما بيقولش لا. دايما كمان الشخص ده هتلاقوه في حالة دفاع عن نفسه، وهو قابل صراعات اساسا في حياته، ثابت بصمة في شخصيته. يعني لو الشخص ده قريب منكم، انا برضه اشوف اذا كان الشخص ده قريب منكم وبتتكلموا معاه، ولا مجرد اتكلمتوا معاه مرة او مرتين بس ومن ساعتها هو مركز معاكم، هنعرف برضه الموضوع ده. بس لو انتوا قريبين من الشخص ده هتعرفوا ان هو قابل صراعات كتير في حياته، والصراعات دي سابت بصمة في شخصيته، يعني زي ما بيقولوا كده الدنيا علمته. الشخص ده عنده أمان وظيفي، عنده استثمارات، عنده منزل، عنده ازدهار، وفرة، يعني ما شاء الله عليه. كمان هو شخص سهل، يعني ما تيجي تتعامل معاه هو شخص سهل، وكمان بيحب الإنتاج. تعالوا نشوف كده، هو أساسا بيراقبكم أهو، ومركز معاكم ومركز مع تفاصيلكم، وشايف إني في انجذاب قوي من ناحيته ليكم، في انجذاب قوي من ناحيته ليكم. الشخص ده ممكن يكون انت حاسس ان هو توأم شعليتك، او انت حاسس ان هو السول ميت بتاعك. طيب كمان الشخص ده عنده امل دايما في بكره، تلاقوه شخص كده عنده تفاؤل وعنده امل دايما في بكره. الشخص ده حاسس بانجذاب وحاسس بحب ليك، ولكن انا شايفه ان هو توأم شعلة، في اختلافات ما بينكم، في حاجات مخلياكم مش مع بعض، احنا لسه هنشوف الشخص ده هو بيتمناك ليه او عاوزه معاني. بس انا شايفه هنا ان الشخص ده في ما بينكم تفاهم، في ما بينكم حاجات كتير مشتركه، دماغكم زي بعض، فكركم، ارائكم في الحياه زي بعض. كمان شايفه التين اوف كابس ان الشخص ده بيحبك جدا، يعني عايزه اقولها لكم بتأثير شويه، بيحبكم جدا. ف انا شايفة ان انت كان في طاقتك شخص انت بتحبه، بس بقى فيه زي خيبة امل من ناحيته، وهو كمان الشخص ده بيحبك جدا جدا جدا، بس انا شايفة ان في اختلافات، لان شايفة ان انتوا توأم شعلة اكتر كمان من توأم روح، يعني توأم شعلة اكتر. ممكن يكون الشخص ده شغال في حاجة بتتطلب منه السفر الكثير، او شغال، هو عامة مستواه المادي كويس جدا، يعني عنده أمان وظيفي. ممكن يكون شغال موظف أو في وظيفة حكومية، أو شغال في السفر التنقلات. كمان الشخص ده شايفة في طاقتين، إن الشخص ده أسمر بشرته سمرة، وشايفة كمان إن الشخص ده أبيض، أو مش عارفة بيقولوا عليها أشقر. فشايفة الطاقتين، طاقة السمار يعني اللون ده كده، او اللون ده، شايفة كمان اللون ده اللي هو ابيض، بس هو شكله مقبول، يعني شكله حلو، فيه جاذبية. طيب تعالوا نحطه ونشوف اكتر عن الشخص ده. بيحب الضحك جدا، بيحب ان هو يهزر ويضحك، ويحب يكون في حياة سلسة وحلوة، ما يحبش النكد خالص الشخص ده، او مش من الاشخاص اللي بتقعد تبكي على حظها، تبكي على الحاجات اللي هي بتمر بيها. يعني زي ما قلت لك هو شخص بيبقى عارف انه داخل في الصراعات وبيخش عادي، ما بيقولش لا. شخص جذاب جدا جدا جدا، وكمان شايفة او ده جذاب جدا، ده بصوا في جاذبية فظيعة في شخصيته، في شكله، في تعامله مع الناس، في مظهره، في حاجة معينة، في ملامحه بتجذب الناس ليه. شايفة التقاط منكم ان الشخص ده ممكن يكون في علاقة زواج، وانت عارف انه في علاقة زواج. شايفة برضو ان الشخص ده بيحب الحيوانات، بيحب الكلاب، القطط، او عنده كلاب قطط، وبيحب ان هو يروح يشتري مثلا طيور، يخلي في بيته طيور، يعني بيحب الحاجات دي. تمام،
شايفة ان ممكن يكون الشخص ده شغال حاجة فيها تركيز، محاسب او شغال مهندس مدني، مش عارفة ليه برضو الكارت ده بيقول كده، او شغال حاجة بتخص الزراعة، حاجة يعني ممكن يكون مهندس زراعي او بيسافر، او الشخص ده معاه حرفة يدوية شغال فيها وما شاء الله وصل لدرجة كويسة جدا. حرفة يدوية بيشتغل بإيديه في حرفة يدوية، أو شغال سواق مثلا بيسوق، لأن أنا شايفة برضه تنقلات في حياته، تنقلات كتيرة. طيب الشخص ده ممكن يكون من برج الميزان أو الحمل أو برج السرطان أو برج الجوزاء، بس كده. طيب تعالوا نشوف الشخص ده بيتمناك ليه. طيب تعالوا نشوف الشخص ده هو بيتمناك ليه، هو عاوزك في حياته او تربطك بس علاقة بيه ليه. طيب تعالوا نشوف، بيتمناك لأنه كان بيحلم بشخصية زيك، أو كان بيحلم بحد زيك، وشايفك إن أنت شخص مختلف عن الناس. وعلى فكرة هو بيراقبك على طول، وأنا شايفة هنا إن في علاقة منفصلين، أو الشخص ده أنت انفصلت عنه، وفي مشاكل ما بينكم او في اختلافات ما بينكم الفترة الحالية، بس هو عينه عليك وانت كمان عينك عليه، انت متعلق بيه وهو كمان متعلق بيك، وهو بيتمناك وانت بتتمناه، يعني انتوا نفس الطاقة على فكرة. ويمكن كمان بيتعامل معاك بشوية تجاهل وانت كمان بتتعامل معاه بشوية تجاهل. طيب كمان الحاجة اللي بتجذب الشخص ده ليك اكتر، ان انت يمكن شخص مش سهل بالمرة، دي حاجة بتجذبه ليك وبتخليه يتمناك اكتر واكتر. وشايفه برضو هنا علاقة توأم شعلة. الشخص ده الحاجة اللي مخلياه بيتمناك لأن هو كان بيحلم بشخص بمواصفات زيك، فلما لقاك مصدق إن هو يكون معاك وإن أنت تخش معاه في علاقة أو تكونوا مع بعض أو بس تكون في حياته. بس أنا شايفة هنا إن في قلق في حياته بيطرده، أو في مشاكل أو في اختلافات أو في صراعات، يا بينك وبينه يا هو في حياته مشكلة مخلياه أو معجزاه إن هو يكون معاك. كمان الشخص ده بيتمناك ليه، لأنه بيحس جنبك ان هو زي الطفل الصغير، بيحس ان هو مهما كان هو سنه ايه، او انت اكبر منه او انت اصغر منه، او انت عمرك ايه بالظبط بالنسبة له، بس بيحس جنبك ان هو زي الطفل الصغير اللي لقى الامان، اللي لقى الاحتواء. الشخص ده اول كارثة طلع ان الشخص ده عينه عليك طول الوقت وبيفكر فيك طول الوقت. بص انا قلت لك انت الشخص ده انت زهقت من الانتظار، وزهقت ان مفيش في طاقته، مفيش حاجه بيعملها او مفيش خطوه بياخدها. بيقول لك هنا الكارت ان توقيت الالهي بيعمل في صالحك انت ومن تحب، او بيعمل في صالح حياتك العاطفيه. توقيت الالهي ليك وقت محدد ربنا كاتبه ليك طبعا، حاجه باذن الله. الشخص ده يكون في حياتك وتكونوا انتوا الاتنين مترابطين او مرتبطين في علاقة قوية. طيب تعالوا نشوف الشخص ده هو بيتمناك او بيتمنى يكون معاك، والحاجات دي كلها في خياله، ولا عاوز يعمل خطوة على ارض الواقع. لا هو عاوز يعمل خطوة على أرض الواقع، ولكن خطوة بثبات، خطوة برزانة، خطوة بعقل،
هو لما يقدم عليك يعرف ان هو يكون معاك فعلي مش كلامه خلاص. يعني يمكن عنده مشاكل في حياته يصلحها ويشوفها، يمكن يكون الشخص ده في علاقة تانية، ايا إن كان انت عارف الشخص ده هو قريب منك وعارف الكلام اللي انا بقوله ده وعارف هو في ايه في حياته بالظبط. طيب الشخص ده ناوي ان هو ياخد خطوة، ناوي طبعا ان هو ياخد خطوة وتكونوا انتوا الاتنين مع بعض، تمام. وكمان الشخص ده مقتنع بيك اقتناع تام، اقتناع تام. طيب ممكن تكون انت او الشخص ده من برج الجوزاء او برج الجدي او برج الحمل او برج السرطان او برج الدلو. طيب انا كده خلصت القراءة النهاردة، يا رب تكون القراءة عجبتكم وانطبقت معاكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، ولو حد عاوز قراءة مدفوعة يتواصل على رقم الواتساب بسيبه لكم دايما تحت في الديسكريبشن بوكس. شكرا ليكم، باي باي.